بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فاطمة السعودي مديرة دار شباب مناشد. دار شباب مناشد هي تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة لنيابة عمالتي مقاطعات بنمسيك ومناشد. في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة تشاركية وأيضا قوة اقتراحية وباعتبارها أيضا منخرطة في التنمية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الفنية أو التربوية، تنظم اليوم جمعية الإنبعاث للتنمية ووحدة المدينة بدار شباب مناشد برنازيل حفل فني تكريمي. يتضمن هذا الحفل مجموعة من الفقرات، فقرات فنية موسيقية بفرق موسيقية، ويتضمن أيضا فقرات كوميديا لنجوم تألقوا في ميدان الكوميديا، بالإضافة إلى الفقرة التكريمية التي هي محور النشاط. وتتضمن هذه الفقرة التكريمية تكريم لرجال الإعلام والصحافة من مختلف المنابر الإعلامية سواء المكتوبة أو المسموعة. كنشكروا اليوم رجال الصحافة والإعلام لأنهم أتتوا فضاء دار مناشد، مشكورين على المجهودات ديالهم، وهذا الاعتراف اليوم إلا تتويج لمسارهم المهني، لأن الصحافة هي مهنة المتاعب. كما تبعتم معنا الحمد لله الحفل كان ناجح وكان غني، كان غني بالبرنامج ديالو، كان غني بالمحتوى ديالو، كان غني بالفعاليات الصحفية والإعلامية اللي حضرت فيه، وأيضا الفعاليات الجمعوية. كنشكروا من هذا المنبر الإعلامي المتميز اللي هو صوت العدالة، كنشكروا السيد رئيس جمعية الإنبعاث للتنمية وحدة المدينة السيد محمد طوسي لأنه اختار دار الشباب مناشد باش ينظم هذا الحفل. كذلك الشكر موصول للجريدة الإلكترونية المتألقة صوت العدالة، شكرا لأنكم دائما تواكبون أنشطتنا الإشعاعية وكذلك التربوية والفنية والثقافية والرياضية، يعني جميع التظاهرات. شكرا لإدارة صوت العدالة، شكرا للطاقم الصحفي والتقني، شكرا لكم وتبارك الله عليكم. معكم رفقة الفنان الكبير محمد الخياري وساكنة درابي. الآن تحت التصفيقات ديالكم الكوميديا الصغيرة ريم مرمري. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الحاج نجيم عبد الإله السبعي مدير جريدة النهضة الدولية والكاتب العام للكونفدرالية المغربية لناشر الصحف والإعلام الرقمي والكاتب العام للمرصد المغربي للصحافة الإلكترونية والدبلوماسية الموازية والرئيس المنتدب لمرصد أطلانتيس للسلام والدبلوماسية الموازية. احنا الحمد لله جينا في بعد المناسبة اللي قامت بها الجمعية تاع الانبعاث للتنمية وكذلك شبكة المجتمع المدني جميع الأفراد واللجان وعلى رأسهم الأخ محمد الشاب من أجل تكريم بعض الفعاليات الجمعوية والإعلامية اللي نشطت في سنة 2018. وهذه السنة هي سنة حميدة الحمد لله أنها تزرع الروح في الناس اللي قدموا وعطاوا الكثير لمجال الإعلام لأكثر من عقد من الزمان أو عقدين من الزمان، وما زالوا واقفين كالشجرة تعطي ثمارها للجميع من أجل أن نحمل المشعل للأجيال التي ستأتي بعدنا لتستمر وتجد الطريق إن شاء الله معبدا. نحن نناضل خاصة أننا الآن هذه سنتين نحن في مفترق الطرق. لماذا مفترق الطرق؟ لأن القوانين تنصب كل شهر كل شهرين، ومن أجل تقنين مهنة الصحافة ومن أجل الدفاع عن أخلاقية المهنة ومن أجل فرز الرجال الذين يحملون القلم ويحملون آلة التصوير والكاميرا بمصداقية وبمهنية، من أجل إعطاء واحد الخبر سليم وصحيح للقراء وللجمهور المغربي. وبمناسبة نشكرك أجدد الشكر لجريدة صوت العدالة اللي دائما حاضرة في المناسبات ودائما هي صوت المجتمع فعلا وصوت العدالة، وتنتمنى لها مسيرة موفقة بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا للأخ المصور تاعنا. السلام عليكم، معكم فتيحة حقي
رئيسة الهيئة الوطنية للدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وشاعرة أيضا. اليوم حضرت الحفل متميز جمع ما بين الصحفيين وفنانين وشعراء وفكاهيين بدون دعم، بدون هذا حضر فيه الجمهور في الحق الثقافي وحق الفني، جمع كل ما بين الأدب والشعر والموسيقى والفكاهة. شكرا لكم أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد بن محمد الطوسي، رئيس جمعية الإنبعاث للتنمية ووحدة المدينة. أولا وقبل كل شيء لا بد أن نقدم الشكر لكل المنابر الإلكترونية التي ساهمت وحضرت معنا في هذا الحفل الذي أخذ تحت شعار تكريم العباد شرف للبلاد، والذي تنظمه جمعية الإنبعاث للتنمية ووحدة المدينة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني على جهة الدار البيضاء سطات وكل المنابر الإلكترونية. ونقول لكم على أن منطقة مولاي رشيد هي منطقة المواهب، منطقة الفن، منطقة الخير، منطقة البركة، دائما أبوابها مفتوحة للجميع، وهذا كله يتجلى من خلال الديمقراطية التشاركية التي سنها دستور 2011 والذي أعطى الصلاحيات الكثيرة لتدبير الشأن المحلي والشأن الوطني. غايتنا هو تحقيق السلم الاجتماعي والمساهمة في تربية المواطنة الحقة التي أشاد بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن هذا المنبر أتقدم إلى كل الجرائد الإلكترونية التي لبت الدعوة، وكل الجمعيات المجتمع المدني التي تلاحمت، وكل الفنانين المساهمين معنا في هذا النشاط، وسائلين الله عز وجل أن نكون رهن إشارتكم وأن يوفق الجميع. وشكرا للمنابر الإلكترونية.